لما سافرتي هناك اتكلمت كتير عن الجواز، تمام؟ شايفه ايه الفرق ما بين الزوج المصري والزوج الامريكي يعني او اجنبي عامه؟ يعني انا لا اتجوزت ده ولا اتجوزت لا خالص. انت من وجهه نظرك اكيد بتشوفي وكان ليكي اصدقاء وبيجي لك كمان مسجات على الفيس وبيقول لك عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا، وانت اتكلمتي بطريقه كبيره جدا. الامريكي اصلا ما مش عارف اشوف له جوز يعني. هو احنا هم هناك كده اتنين مع بعض خلاص. ما بعدين بعد ما يبقى عندهم 40 سنه ويجيبوا عيال والكلاب والقطط ويتحكموا في المحاكم بيبقوا بيتجوزوا عادي، ما عندهمش الموضوع ده. تمام. وفي نفس الوقت في في قسوه هناك وفي ضرب، وده كل 23 سنه في ضرب في كل حاجه يعني يقرب حد. في ضرب ما بين الزوج والزوجه؟ اه طبعا يكرمني في كل تمام. حاجه في كل حاجه. بالعكس هنا انا ليه بقى سعر الراجل المصري؟ لان هو فيه حاجات كتيره جميله جدا بس حاجات صغيره بتبوظ كل حاجه، فمش قادره امشي عليا. فلا المصري ما شاء الله فيه حاجات جميله جدا، بس ساعات للاسف الشديد اللي هو الست كده. احنا بارتنرز، احنا زي بعض. كويس. مش يا كلمتي يا بلاش. حتى القدماء المصريين الستاتشز بتاعهم بيحط ايده عليها كده ورجله بس خطوه واحده قدام، دي تمام. معناها امبريسنج، ان انا بحبك واحتويكي. خطوه قدام دي بروتكشن، مش معناها ان انت تمشي ورايا. وانا هو صاحب الخطوه الاولى، الخطوه الاولى من باب الامان. تمام. بس هم الاثنين شركاء. تمام. بس انت شايفه كده ان الزوج المصري افضل بكتير من الزوج الاجنبي؟ اه طبعا اكيد. الحب في حياه مي والجواز في حياه مي ما فيهوش خالص، الحمد لله ما فيش. الحمد لله يعني كنت خالص. كنت في امريكا وتقولي اختك اتجوزت، هل بقى اكيد جالك عروض كتير وانت في امريكا؟ أوه. سواء من مصريين سواء من اجانب. واكيد برضه لما جيتي من مصر واكيد الفانز بتوعك طبعا كتير جدا يعني، فالحته دي ايه رايك فيها؟ لا تاني، هي هتبقى نصيب من عند ربنا، هي بتمشي كده تحصل لوحدها. لانه دماغي انا دماغي حد زي دماغي زي نفس هجيبها منين دي؟ بتيجي لوحدها ان شاء الله، بس حاليا ما فيش حاجه خالص يعني. طيب هل بتفضلي الزوج الامريكي ولا الزوج المصري؟ لا لازم مصري طبعا. لازم مصري. طب ايه المواصفات بقى؟ مش معنى انت تجيب لي عريس؟ لا عايزين نعرف مواصفات يعني. انت كتفكيرك تفكير كويس جدا. بص هقول انا اهدافي كبيره قوي على مستوى مصر في الشرق الاوسط، مالناش في الشرق الاوسط، على مستوى بلدي. تمام. قوي ومش هستغنى عنها. كويس. وصح لبابايا معايا عشان اهدافي دي. طيب. فاكيد مش واحد يبقى اهدافه يجيب العربيه والفيلا عشان ده انا خلاص شبعت منه. كويس. يبقى حاجه كده برضه، اللي هو الشخص اللي دماغه شايله بلده وشايله ناس وعنده هدف هيموت ربنا ندعي له كلنا. كويس. مش فاهم قصدي؟ حد يكون طموح يعني. زي اللي هو النص التاني بتاعي بس على راجل.